في بعض المشاهير ملائكة على السوشيال ميديا، بس انهم بالحقيقة لا دين لا اخلاق ولا فهم، وهذا الحكي اكيد ما بيشمل الكل، بس للأسف اغلب مشاهير الميديا لابسين اقنعة وصعب انك تشوف الحقيقة. كنا سمعنا بقصة التيك توكر المشهور والحادث اللي تسبب بمشكلة كبيرة بالرأي العام، والمشكلة الاكبر انه الحادث سببه بس مباشر. بتاريخ 23/6 كان التيك توكر الياس شحود سايق سيارته الساعة 1 بعد منتصف الليل، وهذا الشيء سبب بتشتيت الانتباه، بيصدم عائلة مكونة من أم وأب وولد. طيب شو اللي صار تحديدا؟ الأب تعرض لكسر بالرجل، الأم توفت سريريا، يعني القلب شغال بس الدماغ توقف عن العمل نهائيا، والولد بسبب الحادث انكسرت جمجمته، عملوا له عملية بس هي العملية فشلت. بعيدا عن انه العيلة سورية وهذا الشاب المشهور هو من لبنان، اكيد بكل مكان في المنيح والعاطل، بس الحادث ضل مخفي 10 ايام ما حدا حكى فيه، حسب ما قال الاب انه هو تعرض للتهديد حتى ما يقدم ادعاء شخصي، وعيلة الياس انسحبوا من تكاليف المشفى، وبعد ما انسحبت العيلة طلبت المشفى بانها تسحب جهاز التنفس عن الزوجة اللي هي اساسا ميتة سريريا، بس صعب هيك قرار يتخذه حدا من العيلة، علما بعرف انه لحتى تعيش بدها معجزة الهية. فاتورة تقريبا طالعة شي 30، بعد ما دريوا انه خلص صار في وفاة ما عاد نشوف حدا فيهم. شو طلباتك له؟ انا ما بطلب شيء، يعني انا ما بتساوم على دم مرتي. هلا رفعت دعوة بعد اللي صار، انه خلص يعني بشكل مباشر بطريقة فظة مبارح، العفو منك ما الكلمة، بطريقة وقحة عم يحكي معي الاب، بتقول هو اللي ميت له ميت. الاب قال انه الياس مختفي والاهل هن اللي عم يتواصلوا معه. الياس واخيرا بيّن، طلع بفيديو نكر كل هذا الحكي اللي صار. اهلي كل يوم معهم بالمستشفى وعنا دليل انه هن عم بيقولوا لنا انه نحن ما تركناهم، فنحن كنا معهم وعم نعمل اخلاقنا وكل شيء، وحتى الخبير عطي 50% الي حق علي و 50% حق عليهم، لانه هن ما عندهم ضوء بالموتور ولا لابسين كاسكيت، وهن ثلاثه على الموتور، بس نحن قلنا حتى لو عندكم 50% عليكم نحن بنتكفل بكل شيء، بكل شيء بخص الطب. مشكلة السوشيال ميديا صايرة مكان للمشاكل والدراما، يعني أنا برد عن طريق مقابلة وأنا برد عن طريق فيديو، الموضوع بس بحاجة أنه ينحل بشكل قانوني، يعني منطقيا في حالة وفاة، المرة ما كانت حتموت وهي راكبة على الموتور بشكل طبيعي، كلنا بنعرف أنه في سيارة ضربت هذا الموتور، وتكاليف المشفى هي حق لازم يتكفل فيها متسبب هذا الحادث. للأسف كلمة مشهور صارت بلا قيمة، الشهرة اللي تقل عكتاف صاحبها، بالنهاية أنت رح تكون قدوة، إلك قاعدة جماهيرية، عندك أولاد عم يتابعوك وممكن أنهم يتعلموا منك، يا ريت الشهرة مو بس تكون بترجع عليكم بعوائد مادية، يا ريت كمان ترجع عليكم بعقلية نظيفة وشوية حكمة، وكامل التعازي لأهل الفقيدة.